تسأل وتقول: أنا فتاة عقدت العزم على حفظ كتاب الله، وبدأت فعلا بذلك، إلا أنني وبعد أن حفظت 4 أجزاء أحسست أن عزيمتي قد فترت بعض الشيء، ولم أستطع إتمام الحفظ هذا. وأنا ولله الحمد أجد سهولة في حفظ الآيات بكثرة سماعي لها عبر إذاعة القرآن الكريم، ولكني أجد صعوبة في مراجعة الآيات التي حفظتها. أرجو توجيهي إلى طريقة تمكنني من حفظ القرآن ومراجعته، جزاكم الله خيرا. الطريقة هي العزم والتصميم والصبر على المشقة واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وكذلك اختيار الوقت المناسب الذي ليس فيه تشويش للفكر، مثل بعد صلاة الفجر ومن الليل ما تيسر، ولا سيما إذا رددت حفظها في صلاة الليل تهجد من الليل، فهذا مما يعينها على الحفظ وعلى الاستذكار وبقاء الحفظ في ذاكرتها. فعليها أولا بصدق النية والعزيمة وعدم الكسل وإخلاص النية لله عز وجل، وعليها أيضا باختيار الأوقات التي ليس فيها تشويش للفكر. نعم.